حاليا لا، حاليا دراستي يعني مركزة أكثر على الدراسة وعلى الفن، يقدر يجي واحد الوقت، ولكن حاليا لا. يعني أنا كنقول لك فات ساعة اللي واقفة معكم هضر، يعني ما كاين، كون عنده مكانة. مواصفات فارس أحلام يكون قد المسؤولية، يكون أكيد قاري، لأنه أنا بالنسبة لي الدراسة هي كل شيء في حياتي، فأكيد كان بغي اللي نرتبط به يكون واعي وقاري ومثقف وولد ناس أكيد.